ايه ده؟ انت مش عندك السكر؟ ازاي بتاكل حلويات؟ وايه المشكلة؟ في وصفات كتير جدا لمرضى السكر ودي انا اللي عاملاها. اول حاجة نخلط المواد الجافة مع بعض. فوائد الدقيق الاسمر بيبطئ عملية امتصاص السكر والكوليسترول وغني بالالياف وبيساعد على انخفاض مستوى السكر بالدم. الخطوة التانية نخلط المواد السائلة كلها مع بعض. سكر الفركتوز أو السكر الفاكهة بيحافظ على مستوى السكر في الدم. القرفة بتساعد على ضبط السكر في الدم وبتحمينا من الأمراض زي أمراض القلب والأوعية الدموية. في الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة ساعة إلا ربع. التوت غني جدا بمضاد الأكسدة والفيتامينات والألياف اللي بتساعد على السيطرة في مستوى السكر في الدم. الكيو بيساعد على انخفاض مستوى السكر في الدم. الأناناس هو غني جدا بخصائص مضادة للفيروسات والالتهابات والبكتيريا.